جالية عراقية ضخمة تحتضنها ولاية تكساس الأمريكية تقدر بالآلاف. تلك الولاية الأمريكية التي يشبه مناخها المناخ العراقي بدرجة كبيرة، اتخذها الكثير من المهاجرين العراقيين مستقرا لهم ومكانا للعيش، لما تتمتع به من انتعاش اقتصادي مقارنة بباقي الولايات الأمريكية. الجالية العراقية اتسعت خلال السنتين الماضيتين، واتسعت معها الأجواء العراقية، فانتشرت المقاهي والمطاعم والمحال العراقية على مستوى واسع في تكساس. نقول بال2010 كانت الجالية جدا بسيطة، يعني أنا كنت ساكن في مجمع سكني ما يقارب 1000 شقة. احنا من الجالية العراقية عائلتين، الآن يعني نفس المكان بحدود 150 عائلة عراقية بس بهذا المجمع. جو دالاس وتكساس جو طبيعي للعراق، فيخدمنا أكثر من الولايات الشمالية اللي بأمريكا، لأن ولايات كلها برد وثلوج. الجاليات العراقية بصراحة ازدادت بشكل كبير، أعداد المطاعم العربية اللي صارت منافسة، احنا تقريبا نمثل الوجه العراقي، الأطعمة العراقية بصورة خاصة، هو مطعم وهو ملتقى للجالية العراقية بنشاطاتهم، تجمعاتهم سواء نسوية، شبابية، طلابية، تجمعات عوائل خصوصا بأيام العطل والمناسبات. يلا ابو زهراء شلونك حبيبي؟ شلون الاحوال؟ شرفتنا اغاثي. ابو زهراء شلون الاحوال؟ ابو زهراء اريد نسالك، اليوم صار لك كم سنه هنا بامريكا؟ والله تقريبا 21 سنه. 21 سنه؟ الله، شلون عشت هاي ال 21 سنه هنا؟ الله يخليك. تعرف انت الحاله هنا حقيقه يعني ضيم ضيم، يعني تعرف اهلك هناك واحبائك واصدقائك كلهم هناك. وجمع عبق المطاعم العراقية وأجواء المقاهي المميزة الجالية العراقية بولاية تكساس الأمريكية، بالرغم من تباعد المناطق فيما بينها، فتلك المطاعم تحولت اليوم إلى أشبه بالمنتديات الاجتماعية تحتضن الأصحاب والأحباب. يعني احنا ساكنين مناطق تقريبا 40 دقيقة عن هذا المطعم، بس المطعم العراقي نشتاق للأكلات العراقية، الكباب، الفلافل. شيء ثاني، احنا نجي هنا يعني نتصل باصدقائنا فنتواعد بهذا المطعم، نحكي نسولف العراقيين بيناتنا وناكل اكل عراقي. بموازاة ارتفاع اعداد ابناء الجالية العراقية بولاية تكساس الامريكية، تزايدت اعداد المطاعم والمقاهي التي اصبحت وبمرور الوقت مكانا لتجمع العراقيين ومن مختلف انحاء الولاية. نشوان هاشم، IMN، ولاية تكساس الأمريكية.